في هذه الجلسة ستتعلم أساسيات رسم الرؤية لحياتك من خلال مجموعة من الخطوات، وتركز فيها على إنجاز مهم أو أثر خالد تتركه في الدنيا من خلال 4 جلسات توجيهية: الأولى حول الرحلة التي قطعتها، الثانية حول ما ترغب أن تملكه، والثالثة حول غايتك، والرابعة حول رسم الرؤية النهائية لأضع معك بصمة في هذه الدنيا.